السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ناخد مع بعض النهاردة الفارماكوثيرابي of acid peptic disorders ILOs. ناخد الكلاسيفيكيشن of agents effective in treating peptic ulcer, الميكانيزم of action, kinetics, therapeutic uses, side effects. تمام, هناخد الميجر كاتيجوريز of drugs used to control vomiting. قبل ما نتكلم عن الدراج ثيرابي, طبعا احنا عارفين ان الاسيد اند بيبسين ان ذا ستومك نورمالي دونت بروديوس دامج بيكوز اوف انترنسيك ديفنسيف ميكانيزم. ان ذا ستومك ميوكاس اند بايكربونات ستيمولييتد باي لوكال جينيريشن اوف بروستاجلاندينز بروتكت الجاستريك ميوكوزا. طيب لو حصل مشكله في الديفنسيف ميكانيزم دي, يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل جاستريك السر اور ديودينال السر. يبقى اذا التريتمنت بتاعنا بيكون موجه ان احنا عايزين نقلل الجاستريك اسيديتي او انهانسمنت اوف ميوكوزال بروتكشن. طب فيسيولوجي اوف جاستريك سيكريشن, الجاستريك سيكريشن از ا كومبلكس بروسيس بيتحكم فيها النيورونال فاكتور زي الاستايلكولين, باراكراين, هيستامين, الاندوكراين فاكتور جاسترين. اول فاكتورز ريجوليت اسيد سيكريشنز. يبقى النيورونال فاكتور والباراكراين فاكتور والاندوكراين فاكتور دول بيعملوا ريجوليشن للجاستريك اسيد سيكريشن. كل واحد فيهم له السبيسيفيك ريسبتور بتاعه اللي بيشتغل عليه, وكل الريسبتورز ديت موجوده على البرايتال سيلز. بالنسبه للاستايل كولين بيشتغل على الماسكلينيك ريسبتورز ام 3, الهيستامين بيشتغل على الاتش 2 ريسبتورز, اما الجاسترين بيشتغل على كوليسيستوكاينين سي سي كي 2 ريسبتور. يبقى كل واحد فيهم بيشتغل على الريسبتور الخاص بيه. الهيستامين بيشتغل ازاي عشان يعمل الجاستريك اسيد سيكريشن يزوده؟ الهيستامين باينز تو اتش 2 ريسبتور اللي موجوده على البرايتال سيل. طيب بقى ريزلت للبايندينج دي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اكتيفيشن اوف ادينايل سايكليز. لما يحصل اكتيفيشن للادينايل سايكليز ده هيزود السايكليك اي ام بي. لما يزيد السايكليك اي ام بي بدوره هيعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز اللي هي هتعمل ستيميوليشن للاسيد سيكريشن باي هيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز انزيم اللي هو البروتون بامب, ودي اللاست ستيب في الجاستريك اسيد سيكريشن. تمام. طيب بالنسبه للاستايلكولين او الجاسترين ازاي بيعملوا سيكريشن للجاستريك اسيد؟ بيعملوا سيكريشن عن طريق ان هما بيعملوا بايندينج للبرايتال سيل ريسبتورز الخاصه بيهم اللي هي الام 3 ريسبتورز والكوليسيستوكاينين كي 2 ريسبتورز, فبيزودوا السيتوزوليك كالسيوم, بيزيد السيتوزوليك كالسيوم which in turn stimulates البروتين كاينيز. لما بيعمل استيميوليشن للبروتين كاينيز ده بدوره هيعمل استيميوليشن للاسيد سيكريشن اللي هي اللاست ستيب. منين؟ من الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز انزيم اللي هو البروتون بامب, ودي اللاست ستيب في الاسيد سيكريشن. يبقى الهيستامين بايندينج للاتش 2 ريسبتورز, الاستايلكولين والجاسترين بايندينج تو زيرو ريسبتورز الموجوده على البرايتال سيلز. فمجرد ما بيحصل البايندينج بيحصل السيجنالينج ميكانيزم اكوردنج للبايندينج. اذا كان هيستامين يبقى السيجنالينج ميكانيزم بتاعتها في السايكليك اي ام بي, اذا كان الاستايلكولين او الجاسترين هيبقى بتزود السيتوزوليك كالسيوم. الجاستريك ديفنسز اجينست اسيد سيكريشن اوف ميوكوس لاير ستيمولييتد باي بروستاجلاندين اي 2 or prostaglandin I2 which also directly inhibit gastric acid secretion. Secretion of bicarbonate which neutralize the acid. يبقى عندنا الميوكس وده stimulated by prostaglandin E2 أو I2, secretion of bicarbonate وده بيعمل neutralization للgastric acidity. نشوف مع بعض classification في gastric anti-secretory drugs. يبقى دي حاجات بتقلل السكريشنز زي البروتون بامب انهيبيتورز, اتش 2 ريسبتور انتاجونست, والانتي ماسكلينيك دراجز. في ميوكوزال بروتكتيف ايجنت دي بتعمل ميوكوزال بروتكشن زي البروستاجلاندينز, سكرالفيت, كلويدال بسمس كومباوندز. في بعد كده عندنا الانتاسيدز, وفي الانتي بكتيريال ايجنتس ودي اللي بنستخدمها في حالات بوزيتيف هيلوكوباكتر بايلوري. نشوف مع بعض اول مجموعه من الجاستريك انتي سيكريتوري دراجز. رقم واحد في الجاستريك انتي سيكريتوري دراجز بروتون بامب انهيبيتورز. في اكزامبلز على البروتون بامب انهيبيتورز: اوميبرازول, اسموبرازول, لانزوبرازول, رابيبرازول, بانتوبرازول. يبقى ذيس دراجز اندينج ويز برازول. ميكانيزم اوف اكشن, ازاي بتشتغل بروتون بامب انهيبيتورز؟
لو احنا متذكرين احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي، قلنا عن الهستامين والاستايلكولين والجاسترين، ان هم بيعملوا ستيميوليشن للجاستريك اسيد سيكريشن، وبتبقى اللاست ستيب هي الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز، تمام؟ بتبقى دي هي البروتون بامب. فبتيجي هنا دول اسمهم ايه؟ بروتون بامب انهبيتورز، بيعملوا انهبيشن لللاست ستيب ان اسيد سيكريشن، وعشان كده هم more potent suppressors او most potent suppressors of gastric acid secretions. بيعملوا suppression للgastric acid secretions about 80 to 95%، تمام؟ البروتون بامب انهبيتورز دي inactive prodrugs، وعشان يحصل لها activation عايزة acidic environment، فعشان كده بعد ما بتتاخد orally بيحصل لها absorption للsystemic circulation، تمام؟ بيحصل لها diffusion لغاية ما توصل للparietal cells، وتوصل يحصل لها accumulation في الاسيديك سيكريتوري كاناليكيولاي. البي اتش في الاسيديك سيكريتوري كاناليكيولاي less than 2، وبالتالي هي اسيديك ميديا، وده الوسط اللي هي محتاجاه البروتون بامب انهبيتورز عشان يحصل لها اكتيفيشن. ايه اللي هيحصل بقى لما وصلت الاسيديك سيكريتوري كاناليكيولاي؟ هيحصل لها اكتيفيشن باي فورميشن اوف سلفيناماين. الاكتيفيتد فورم دي هتعمل بايندينج مع سلفاهيدرايل جروب of hydrogen potassium ATPase enzyme. البايندينج ده بتبقى الرابطة بتاعته رابطة تساهمية، وزي ما احنا عارفين الرابطة التساهمية دي بتكون رابطة قوية، فده بيعمل irreversible inactivation of the bump molecule، تمام؟ عندنا الدوز بتاعة البروتون بامب inhibitors بتتاخد once daily، بالرغم من ان duration of action بتاعتها shorter T half من نص ساعة لساعتين، لكنها بتغطي ال 24 ساعة، وده بسبب انها بتعمل irreversible binding للهيدروجين بوتاسيوم ATPase enzyme. والوقت ده احنا بنستغرقه في ايه؟ في synthesis for synthesis of new enzyme. يبقى الاسيد secretion resumes only after new bump synthesis providing a prolonged من 24 ل 48 hours. بيحصل suppression of acid secretion despite the much shorter plasma T half من نص ساعة لساعتين because they block the final step in acid production. يبقى هي بتعمل block للfinal step in the acid production whatever the stimuli، تمام؟ بتغطي ال 24 ساعة على الرغم ان T half بتاعتها من نص ساعة لساعتين، وده بسبب انها بتعمل irreversible binding للهيدروجين بوتاسيوم ATPase enzyme. نشوف مع بعض البروتون بامب انهبيتورز بروديوس سينرجستيك افكت، يبقى ليها سينرجيزم مع الانتيبيوتكس اجينست هيليكوباكتر بايلوري. ازاي بتعمل السينرجيزم ده؟ لانها بتزود الجاستريك بي اتش، لما تزيد الجاستريك بي اتش بقت الميديا الكالاين، تمام؟ وين ذا بي اتش اوف ذا مايكرو انفايرمنت سراوندينج هيليكوباكتر بايلوري از ميد ليس اسيديك، يعني بقت مور الكالاين، تمام؟ بيبقى في انكريزد هيليكوباكتر بايلوري ريبليكيشن، يعني بدل ما هي كانت مفيش ريبليكيشن ابتدت تعمل ريبليكيشن. طب وايه يعني لما يحصل ريبليكيشن؟ ده هيزود البكتيريال سستيبيليتي تو ذا انهبيتوري افكتس اوف انتيبيوتكس زي الاموكسيسيلين اند كلاريديسرومايسين، تمام؟ طب ايه اللي هيحصل في لما تكون مور اسيديك ميديا؟ لو كانت مور اسيديك ميديا، تمام، الهيليكوباكتر بايلوري كونفيرس تو نون ريبليكيشن ستيت. في الحاله دي الفينوتايب بتاعتها انسنسيتيف تو انتيبيوتكس، وبالتالي بروتون بامب انهبيتورز ليها synergistic effect مع الانتيبيوتكس used for eradication of helicobacter pylori، لانها بتخلي الميديا alkaline، تمام، وده هيخلي في replication للهيليكوباكتر بايلوري، وبالتالي هتبقى susceptible للانتيبيوتكس used for eradication of helicobacter pylori. pharmacokinetics of proton pump inhibitors. Since acidic media of the parietal cell acid canaliculi is required for drug activation، زي ما اتفقنا ان البروتون بامب انهبيتورز دول برو دراجز require activation، الفود بيعمل stimulation للاسيد برودكشن، عشان كده الادويه دي اللي هي البروتون بامب انهبيتورز ideally should be given about 30 minutes to 1 hour before meals. نلاقي كمان البروتون بامب انهبيتورز دي highly protein bound extensively metabolized by hepatic cytochrome B450 because not all pumps are active simultaneously، مش كل البروتون بامبس بتبقى active في نفس الوقت، فبالتالي maximal suppression ده احنا بنوصل له maximal suppression للacid secretion بنوصل له after several doses من البروتون بامب inhibitors، يعني مش مجرد من الجرعة الاولى هنلاقي ان احنا عملنا maximal suppression، تمام؟ ليه؟ لان not all pumps are active simultaneously،
عشان كده ال maximal secretion of acid secretion requires several doses of the proton pump inhibitors بعد عدد من الجرعات لولا ما نوصل لإيه علشان نوصل لل maximal secretion of acid secretion. نشوف مع بعض الآثار الجانبية adverse effects: نوزيا، دايريا، abdominal pain، ممكن constipation، flatulence. تمام، دي ممكن الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل على الجي اي تي. ممكن يحصل كمان هايبر جاسترينيميا، تبقى مور فريكوينت مع البروتون بامب اكتر من الاتش 2 ريسبتور انتاجونست، تحصل في حوالي من 5 ل 10% من اللي بيستخدموا البروتون بامب انهيبيتورز. الهايبر جاسترينيميا دي ممكن تؤدي الى ريباوند هايبر سيكريشن اوف جاستريك اسيد مع ديسكنتينويشن اوف ثيرابي. يعني لو الواحد واقف المريض ماشي على البروتون بامب انهيبيتورز وراح فتره، يعني مش عليها فتره راح وقفها، يبقى يحصل rebound hyper secretion. Also may promote the growth of gastrointestinal tumors. Proton pump inhibitors يعمل inhibition للميتابوليزم of warfarin, diazepam and phenytoin عن طريق ال competitive inhibition مع ال cytochrome B450 metabolism. تمام، يبقى نخلي بالنا ان لو العيان بياخد concurrent drugs من الوارفارين او الديازيبام او الفينيتوين بيبقى انه بيعمل انهيبيشن للميتابوليزم، يبقى الجرعه بتاعته هتقل. تمام، بناء على ان في انهيبيشن للميتابوليزم. ثيرابيوتيك يوزز، الاستخدامات العلاجيه للبروتون بامب انهيبيتورز. بستخدم البروتون بامب انهيبيتورز تو بروموت هيلينج اوف جاستريك اند ديودينال ألسر. تمام، بستخدمها في الستريس induced gastritis، بستخدمها كمان في الجاسترو استوفاجيال ريفلكس ديزيز، بستخدمها في علاج الباثولوجيكال هايبر سيكريتوري كونديشنز اللي هي الجاسترين سيكريتنج تيومرز زي زولينجر إليسون سيندروم، بستخدمها في تريتمنت اند بريفنشن اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج induced جاستريك ألسر. يبقى دول الخمس استخدامات بتوع البروتون بامب انهيبيتورز: بروموت الهيلينج في الجاستريك والديودينال ألسر، في الستريس جاسترايتس، في الجاسترو اسوفجيال ريفلكس، في الزولينجر إليسون سيندروم، في النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج انديوست جاستريك ألسر. نشوف مع بعض اتش 2 ريسبتور انتاجونست، احنا لسه في الجاستريك انتي سكريتوري دراجز. اكزامبلز على الاتش 2 ريسبتور انتاجونست عندي رانيتيدين، فاموتيدين، نيزاتيدين اند سايميتيدين. تشتغل ازاي ال H2 receptor antagonist؟ احنا لسه من شويه قايلين ان الهستامين بيعمل binding لل H2 receptors في البرايتال سيلز، بيزود السايكليك AMP، فده بدوره هيعمل activation للبروتين كينيز، وده هيعمل stimulation تمام للأسيد secretion by hydrogen potassium ATPase. فبتيجي ال H2 receptor antagonist block تمام القصة بتاعت الهستامين. يبقى الـ H2 receptor antagonist inhibit the acid production by reversibly competing with histamine for binding to H2 receptors. يبقى هي بتعمل block للميكانيزم بتاعة الهستامين، إن هو بيعمل activation للأدينال سايكليز اللي بيزود فيها السايكليك AMP، بيعمل activation للبروتين كينيز، وبعد كده بيعمل stimulation للأسيد secretion by hydrogen potassium ATPase enzyme. These drugs are less potent than proton pump inhibitors. Suppress 24-hour gastric acid secretion by about 70%. ما البوتنسي بتاعة البروتون بامب انهيبيتورز كانت كام؟ كانت من 80 ل 95%. ال H2 receptor antagonist predominantly inhibit basal acid secretion which accounts for their efficacy in suppressing nocturnal acid secretion. تمام؟ يبقى خلي بالنا اللي هي بتعمل suppressing nocturnal acid secretion. nocturnal دي يعني بالليل. تمام، because the most important determinant of duodenal ulcer healing is the level of nocturnal acidity. يبقى ال duodenal ulcer healing الليفل بتاعه بيعتمد على nocturnal acidity، فبالتالي بندي فيه الدوز بتاعته امتى؟ evening dose of H2 receptor antagonist is adequate therapy. لكن لما كنا بنتكلم على البروتون بامب انهيبيتورز، البروتون بامب انهيبيتورز كنا الايديال تايم ان احنا ندي فيها البروتون بامب انهيبيتورز كانت من نص ساعه لساعه بيفور ميل. تمام، لكن H2 receptor antagonist في duodenal ulcer بنديها evening dosing of H2 receptor antagonist is adequate therapy. pharmacokinetics of H2 receptor antagonist. H2 receptors antagonist rapidly absorbed after oral administration. Small percentage من H2 receptor antagonist are protein bound.
لكن في البروتون بامب كانت هايلي بروتين باوند. These drugs undergo metabolism in the liver، يبقى اللي بتحصل لها الميتابوليزم بتاعها في الليفر، وبيحصل لها اكسكريشن في الكدني، تمام، هي والميتابولايتس بتاعتها. الآثار الجانبية بتاعت الـ H2 receptor blocker are minor and include diarrhea, headache, drowsiness, fatigue, muscular pain and constipation. في CNS side effects confusion, delirium, hallucination, slurred speech and headache in elderly or with intravenous administration. يبقى الكلام ده بيحصل في كبار السن، بيحصل فيها confusion، بيحصل delirium، بيحصل هلوسة، بيحصل slurred speech، بيحصل صداع، تمام، ده في كبار السن، او لو اتاخدت بالانترافينس ادمنستريشن ارضا ممكن يحصل منها السي ان اس سايد افكتس. عندنا السايميتيدين انكريز سيرم برولاكتين، بيزود السيرم برولاكتين، له انتي اندروجينيك افكتس كوزينج جالاكتوريا ان وومن اند جاينيكوماستيا ان مين. السايميتيدين بيعمل انهبيشن للسايتوكروم بي 450، وبالتالي بيزود الليفلز اوف دراجز ذات ار سبستريس فور ذيس انزيمز. يبقى نفس القصه اللي كانت بتحصل مع البروتون بامب انهبيتورز، اتفقنا ان هي الدراجز اللي بيحصل لها انهبيشن للميتابوليزم بتاعتها، يبقى احنا لازم نقلل الجرعه بتاعه هذه الادويه. نشوف الاستخدامات العلاجيه بتاعه الاتش 2 ريسبتور بلوكرز. بروموت هيلينج اوف جاستريك اند ديودينال السر، تمام، بعالج بيه الانكومبليكيتد جاستروستوفاجيال ريفلكس ديزيز. يبقى الجاستروستوفاجيال ريفلكس ديزيز اللي ما فيهاش كومبليكيشن، ما حصلتش معاها مضاعفات، ممكن استخدم فيها الاتش 2 بلوكرز. بريفنت الاوكرنس اوف ستريس السرز، بيستخدم از ابورفلاكسيز فور ستريس السر. الانتي ماسكلينيك دراجز دي ثيرد جروب في الانتي جاستريك انتي سكريتوري دراجز، less effective than proton pump inhibitors and H2 receptor antagonists. نتكلم بعد كده عن mucosal protective agents، الحاجات اللي بتحمي او بتعمل protection للميكوزا. في عندنا بروستاجلاندين انالوج ميزوبروستول، بيشتغل ازاي يا ترى؟ بروستاجلاندين E2 and prostacyclin هو بروستاجلاندين I2 are the major prostaglandins synthesized by the gastric mucosa. يبقى دول الميجر بروستاجلاندينز اللي بيتصنعوا بالجاستريك ميكوزا، ودول اللي مسؤولين عن الميوكس والبيكربونات، تمام. زي باين تو اي بي 3 ريسبتور اون بارايتال سيلز، يبقى دي برضو الريسبتور ده موجود على البارايتال سيلز. يبقى ايه الريسبتورز اللي موجوده على البارايتال سيلز؟ في الام 3 ريسبتورز، في الاتش 2 ريسبتورز، في سي سي كي 2 ريسبتورز، وادي اي بي 3 ريسبتورز. يبقى دول 4 ريسبتورز اهم ذكرناهم موجودين على البارايتال سيلز. ديكريزنج الانتراسيلولار سايكليك ام بي اند جاستريك اسيد سيكريشن، يبقى البروستاجلاندينز باين تو اي بي 3 ريسبتور اون بارايتال سيلز، ديكريزنج الانتراسيلولار سايكليك ام بي اند جاستريك اسيد سيكريشن. يبقى لما يقل السايكليك ام بي مش هيحصل طبعا اكتيفيشن للبروتين كينيز، ولا هيحصل استيميليشن للسكريشن اوف اسيد من الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز، وبالتالي هو عامل سبريشن للجاستريك اسيد سكريشن. سايكليك ام بي از ثوت تو بي ذا ميجور سكند ميسنجر فور هيستامين انديوسد اسيد سكريشن، وده الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه في الهيستامين. لما كان بيحصل هيستامين بايندينج للبرايتال سيلز، الاتش 2 ريسبتورز الموجوده في البرايتال سيلز، كان بيعمل اكتيفيشن للادينال سايكليز، بيزود السايكليك ام بي اللي بدوره بيعمل اكتيفيشن للبروتين كينيز ذات ستيموليت اسيد سكريشن باي هيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز. البروستاجلاندين اي 2 also can prevent gastric injury by cytoprotective effects that include the stimulation of mucin and bicarbonate secretions and increased mucosal blood flow. البروستاجلاندين اي 2 prevent الجاستريك انجري، بيبقى بروفلاكسس، بريفنت يبقى بروفلاكسس، تمام، باي سايتو بروتكتيف افكتس ذات انكلود هي ايه؟ الميوسين اند بايكربونات سكريشن اند انكريزد ميوكوزال بلاد فلو. فارماكو كاينيتكس rapidly absorbed after oral administration, rapidly metabolized excreted in urine. سايد افكتس بتاعتها بتعمل دايريا، ابدومينال كرامب، تمام،
contra indicated during pregnancy. ليه contra indicated during pregnancy؟ because it can increase uterine contractility abortifacient يعني بتعمل abortion تمام؟ يعني بتعمل إجهاض يبقى ما ينفعش تستخدم during pregnancy contra indicated during pregnancy تمام؟ إيه استخداماتها العلاجية؟ بستخدمه to prevent non-steroidal and the inflammatory drug induced mucosal injury يبقى prevent non-steroidal anti-inflammatory drug induced mucosal injury. طيب ليه بنستخدمها في دي؟ لان هي ال non-steroidal anti-inflammatory drug في منها selective ومنها non-selective. السلكتيف اللي هي بتعمل inhibition للكوكس 2، non-selective بتعمل inhibition للكوكس 1 والكوكس 2، والكوكس 1 ده المفروض ان هو موجود فيسيولوجيكال وده اللي بيأثر على الاستومك وده بيبقى السبب في حدوث الميكوزال انجري. سكرالفيت الميكانيزم اوف اكشن، سكرالفيت consists of octasulfate of saccharose to which aluminum hydroxide has been added. يبقى هو octasulfate of saccharose بيضاف له ايه؟ الالومنيوم هيدروكسيد. برضو محتاج acidic environment pH less than 4. سكرالفيت بيحصل له polymerization to form viscous بيبقى لزج تمام، viscous sticky gel يبقى مادة لزجة بتلزق تمام to epithelial cells and ulcer creators where it may act as barrier تمام to acid pepsin and bile. يبقى هي بتشتغل كواقي او حمايه من الاسيد والبيبسين والبايل. سكرالفيت may have additional cytoprotective effects including stimulation of local production of prostaglandins، واحنا لسه قايلين البروستاجلاندينز دي بتعمل stimulation للسكريشن اوف ميوكوس and bicarbonate. يبقى هو نفسه اشتغل كبارير وفي نفس الوقت عمل stimulation للlocal production of prostaglandins and epidermal growth factor. بنخلي بالنا ان السكرالفيت ده ريكواير اسيديك انفايرمنت، يعني لو اتاخدت معاه حاجه بتقلل الاسيديتي يبقى هتاثر على الاكشن بتاعه ويحصل انتاجونيزم لان هو ريكواير اسيديك انفايرمنت، فبيحصل له بوليمرايزيشن تو فورم فيسكاس ستيكي جيل ذات ادهيرز تو ابيثيليال سيلز اند السر كريترز واكت از بارير تو اسيد بيبسين اند بايل. Therapeutic uses of sucralfate. Sucralfate may offer an advantage over proton pump inhibitors and H2 receptor antagonists for the prophylaxis of stress ulcer. يبقى sucralfate ده ممكن يبقى له دور أو ميزة عن البروتون بامب والH2 receptor تمام for prophylaxis of stress ulcer. Due to its unique mechanism of action عشان آليته المتفردة في العمل، sucralfate also has been used in several other conditions associated with mucosal inflammation ulceration that may not respond to acid suppression including bile reflux gastropathy. يبقى sucralfate عشان له unique mechanism of action آلية عمل متفرد بيها فممكن استخدمه في other conditions like bile reflux gastropathy. Since it is activated by acid, sucralfate should be taken on an empty stomach 1 hour before meals. The use of antacids within 30 minutes of a dose of sucralfate should be avoided. ليه؟ لأن الانتاسيدز دي هتقلل الأسيديتي، وزي ما احنا اتفقنا أن السكرالفيت عشان يحصل له activation require acidic medium. نفس القصة برضو مع الـ H2 blockers. الـ adverse effects بيعمل constipation، بيعمل plaque stool، aluminium overload، renal failure لأنه هو فيه aluminium hydroxide، ففي حالات المرضى اللي عندهم renal failure بيحصل aluminium overload. Sucralfate forms viscous layer in the stomach that may inhibit absorption of other drugs including phenytoin and digoxin. Colloidal bismuth compounds. Colloidal bismuth compounds has been found to be of value as mucosal protective agents. يبقى أول حاجة اتكلمنا عليها في mucosal protective agents كانت prostaglandins، رقم 2 sucralfate، رقم 3 colloidal bismuth compounds. Also have and also it has antibacterial action. It interacts with proteins in the necrotic ulcer creator forming barrier بتعمل واقي أو حامي بتحمل diffusion of acid. Mechanism of action.
لايك سكرال فيت البس ماسكوتس ألسرز أند إيروجنز، تمام، بتغطي الألسر والإيروجنز. كرييتنج بروتكتيف لاير، بتعمل طبقة حامية أو واقية أجينست أسيد أند بيبسين. It may also stimulate prostaglandin, mucus and bicarbonate secretion. احنا عارفين ان الميوكاس لاير دي ستيموليتد بالبروستاجلاندينز، دي تعمل دايركتلي انهبيت الجاستريك اسيد سكريشن. السكريشن بايكربونيت بيعمل نيوتراليزيشن للجاستريك اسيد سكريشن. لها برضو انتي مايكروبيال افكتس اجينست هيليكوباكتر بايلوري، ميكانيزم اوف اكشن از انكلير، مش معروف بالظبط بتعمل ايه. باينس انتيرو توكسينز، تمام، باينس انتيرو توكسينز، يوسفول ان بريفنتنج اور تريتنج ترافلرز دايريا. يبقى هي السكر الكلويد البسماس كومباوندز بتعمل بايندينج للانتيروتوكسينز، فبتبقى بتستخدم كابروفلاكسيس اور تريتنج لترافلرز دايريا. تريديوس ستول فريكونسي، بتقلل الفريكونسي بتاع الستول. طبعا احنا عارفين دايريا دي معناها ممكن تكون انكريس فلويديتي اور انكريس فريكونسي. هي بتقلل الستول فريكونسي اند ليكويديتي، تمام، ان اكيوت انفكشوس دايريا due to salicylate inhibition of intestinal prostaglandin and chloride secretion. يبقى الكولويدال بسماس كومباوندز بتعمل reduction للستول frequency and liquidity in acute infectious diarrhea due to salicylate inhibition of intestinal prostaglandin and chloride secretion. The indications or therapeutic uses: تستخدم في علاج الديسبسيا and acute diarrhea، تستخدم for prevention of traveler's diarrhea. A side effects of colloidal bismuth compound: plaque stool. شوف مع بعض الانتاسيدز. الانتاسيدز زي صوديوم بيكربونيت، كالسيوم كربونيت، مغنيسيوم هيدروكسيد، ألمونيوم هيدروكسيد. ازاي بتشتغل الانتاسيد؟ الانتاسيد weak bases that react with gastric HCl to form water and salt, thereby lowering the acidity of the stomach. وبالتالي هي بتقلل الاسيديتي بتاعه الاستومك وبترفع الجاستريك بي اتش. الصوديوم بيكربونيت effectively neutralize gastric acid. الالكالي اند صوديوم لودز may pose a risk for patient with cardiac or renal failure. مريض القلب او مريض الكلى بتبقى مشكله مع الصوديوم بيكربونيت، لان ده بيزود الصوديوم. لما يزيد الصوديوم يعمل له مشاكل طبعا في الكاردياك بيشنت او العيان اللي عنده رينال فيلير، وبيبقى ريسك فور بيشنت ويز كاردياك اور رينال فيلير. السايد افكتس اوف صوديوم بايكربونيت بتعمل ميتابوليك الكالوزيس، ايفوليوشن اوف سي او 2، تمام، ده هيعمل بليشنج، نوزيا، ابدومينال ديستنشن اند فلاتولنس. يعني هنلاقي في انتفاخ في البطن بسبب ثاني اكسيد الكربون ده اللي طالع، تمام، في بليشنج، في نوزيا، في انتفاخ، تمام، فكلها دي من الاثار الجانبيه لوجود السي او 2. يبقى بيعمل مشكلتين، المشكله الاولى اللي هي الصوديوم، المشكله الثانيه اللي هو وجود السي او 2. الكالسيوم كربونيت rapidly and effectively neutralize الجاستريك اتش سي ال، but the release of سي او 2 زي ما احنا لسه متكلمين عنه دلوقتي في الصوديوم بايكربونيت، وجود السي او 2 ثاني اكسيد الكربون بيعمل بليشنج، نوزيا، ابدومينال ديستنشن اند فلاتولنس. طبعا دي هتبقى مشكله. طيب الكالسيوم نفسه كمان ممكن يعمل ريباوند اسيد سكريشن نيسيستيتنج مور فريكوينت ادمنستريشن. يعني بعد ما يلطف الدنيا شويه يلاقي العيان نفسه محتاج عايز ياخد تاني من الكالسيوم كربونيت بسبب ريباوند اسيد سكريشن اللي عمله مين؟ اللي عمله الكالسيوم. يبقى الكالسيوم كربونيت له مشكلتين، المشكله الاولى اللي هي سي او 2، والمشكله الثانيه ان الكالسيوم بيعمل ايه؟ ريباوند اسيد سكريشن which necessitate more frequent administration. الومنيوم هيدروكسيد، تمام، السايد افكتس اوف الومنيوم هيدروكسيد كونستيبيشن، بيعمل كونستيبيشن، ات بايندز ويز سيرتن دراجز، في ادويه معينه بيعمل معاها بايندينج. مغنيسيوم هيدروكسيد the most frequent side effects بتاعته الدياريه. في كمان عندنا مغنيسيوم تراي سيليكيت. لو عملنا كومباينيشن للمغنيسيوم مع الالومنيوم، المغنيسيوم رابيدلي رياكتنج، بيشتغل بسرعه، فادانا كده رابيد اونست، تمام، الالومنيوم ده سلولي رياكتنج، فكده ادانا برولونج ديوريشن اوف اكشن. يبقى المغنيسيوم هيدروكسيد ده رابيدلي رياكتنج، الالومنيوم هيدروكسيد سلولي رياكتنج، فالاثنين هيعملوا relative balance and sustained neutralizing capacity
and are preferred by most experts. تمام؟ يبقى المغنيسيوم rapidly reacting, aluminum slowly reacting, فده هيعمل balance and sustained neutralizing capacity, وده اللي بيخلي الكومبينيشنز ده مفضل ان هو يستخدم تمام في علاج بعض الحالات. Theoretically counteracts the adverse effects of each other. زي ما اتفقنا لسه قايلين من شويه ان المغنيسيوم بيعمل دايريه والالومنيوم بيعمل كونستيبيشن, فده counteract the adverse effects of each other on the bowel. Aluminium can relax gastric smooth muscles producing delayed gastric emptying and constipation. يبقى واحد بيعمل constipation والتاني بيعمل diarrhea, فبالتالي ايه, يبقى counteract the adverse effects of each other. تمام, يبقى الألمونيوم بيعمل constipation, magnesium exerts the opposite effects, فبالتالي counteract each other, بيعكسوا بعض يعني. Therapeutic uses of antacid, هي الاستخدامات العلاجية للأنتاسيد. بستخدمهم في الجاستريك هايبر أسيديتي, بستخدمهم في حالة المايلد تو مودريت ريفلكس أوسوفاجايتس, بستخدمهم بروفلاكسيز أجينست ستريس ألسر إن كومباينيشن ويز اتش 2 أنتاجونست. يبقى لو في ستريس ألسر بستخدمهم إن كومباينيشن مع ال اتش 2 أنتاجونست. During anesthesia antacids neutralize gastric HCL. لو العيان في تخدير او هيعمل عمليه وبياخد تخدير, يبقى الانتاسيدز نيوترلايز الجاستريك اتش سي ال. انتي بكتيريال ايجنتس, انتي بكتيريال ايجنتس يوزد ان بوزيتيف بيشنت فور هيليكوباكتر بايلوري. طبعا البيشنت بعرف ازاي ان هو بوزيتيف للهيليكوباكتر بايلوري, بعمل له اندوسكوبي وباخد منه عينه, بتتفحص العينه, لما بثبت ان البيشنت ده بوزيتيف للهيليكوباكتر بايلوري يبقى بستخدم معاه تريبل ثيرابي مكون من بروتون بامب انهيبيتور اموكساسيلين بلس كلاريديسفومايسين فور 10 تو 14 دايز. تريتمنت فيلير بيحصل في حوالي 20% من المرضى وبيكون سببه البكتيريال ريزيستنس. في الحاله دي بيكون عندي ريجيمين بديل, بستخدم الترناتيف ريجيمين يوزنج ديفرنت كومباينيشن اوف انتيبايوتكس ساتش از كوادربل ثيرابي از ريكومندد. طيب الكوادربل ثيرابي بيبقى مكون من بروتون بامب انهيبيتور ومعاه مترونيدازول بلس تتراسايكلين بلس بيسماس كومباوندز. ميكانيزم اوف اكشن, كلاريديسومايسين اند اموكساسيلين ار افكتيف اجينست موست سترينز اوف هيليكوباكتر بايلوري. كلاريديسومايسين بيعمل انهيبيشن للبروتين سينثيسيس, الاموكساسيلين بيعمل انهيبيشن للسيل وول سينثيسيس. تمام, يبقى ده عمل انهيبيشن للبروتين سينثيسيس وعمل انهيبيشن للسيل وول سينثيسيس, فبالتالي بكتيري سايدل. البروتون بامب انهيبيتورز بتعمل اليفيشن للجاستريك بي اتش. لما يحصل اليفيشن للجاستريك بي اتش يبقى الهيليكوباكتر بايلوري اتحولت من النون ريبليكيشن ستيج للريبليكيشن, فبالتالي بقت مور سنسيتيف للانتيبيوتيك. يبقى ده الدور بتاع البروتون بامب انهيبيتور, حولت الهيليكوباكتر بايلوري من انسنسيتيف للانتيبيوتيك لسنسيتيف للانتيبيوتيك, بالاضافه الى انها بريموت هيلينج اوف ألسر. يبقى البروتون بامب انهيبيتور بتعمل elevation of gastric pH caused by proton pump inhibitor causes helicobacter pylori to switch from non-dividing state to gross state. طب وإيه اللي هيحصل لما هي دخلت في gross state؟ بقت sensitive to effects of clarithromycin and amoxicillin when they are actively growing. يبقى هي بقت more sensitive than clarithromycin and amoxicillin when they are actively growing. Lowering of stomach acidity also helps ulcer heal. برضو لما الستومك acidity قلت ده برضو ساعد على healing of ulcer. يبقى ده الرول بتاع الكلاريزيسفومايسين والاموكسيسيلين والبروتون بامب انهيبيتور. المترونيدازول generates free radicals that target bacterial DNA. تمام, يبقى الميكانيزم فاكشن بتاعت المترونيدازول في الكومباينيشن ده ان هو generates free radicals the target البكتيريال DNA. البسمس protects damaged tissue. تمام, بتعمل حماية للدمجد تيشو and has weak antimicrobial activity, وبرضو بتعمل protective layer against acid and pepsin over ulcer and erosions, may stimulate secretions of prostaglandin, mucus and bicarbonate in the stomach. يبقى الرول بتاع البسمس بتعمل protection للدمجد تيشو. النقطة الثانية weak antimicrobial activity. ثلاثة بتعمل protective layer
اجينس اسيد اند بيبسين. النقطه الرابعه ستيموليت سيكريشن اوف بروستاجلاندينز ميوكاس اند بايكربونات ان ذا ستومك. تمام، يبقى دي الميكانيزم اوف اكشن في الانتي بكتيريال ايجنت. انتي ايميتيك دراجز، الانتي ايميتيك دراجز they are drugs used for treatment of nausea and vomiting. يبقى انتي ايميتيك is a drug that is effective against nausea and vomiting. ثيرابيوتيك يوزز، بستخدم الانتي ايميتيك امتى؟ في الموشن سيكنس، دوار البحر. سايد افكتس اوف اوبيويد انالجيزيك، جنرال انستيكس اند كيموثيرابي دايركتد اجينست كانسر. دي كلها اسباب ممكن يكون فيها نوزيا او فوميتنج. They may be used for severe cases of gastroenteritis. ممكن استخدم الانتي ايميتيك برضو في الحالات السيفير كيسز من الجاستروانترايتس. يبقى استخدامات العلاجية بتاعت الانتي ايميتيك دراجز في الموشن سيكنس، سايد افكتس اوف اوبيويد انالجيزيك، جنرال انستيكس، كيموثيرابي دايركتد اجينست كانسر، برضو في السيفير كيسز اوف جاستروانترايتس. يبقى دي ثيرابيوتيك يوزز اور انديكيشن فور يوز انتي ايميتيك دراجز. types of antiemetic 5-HT3 receptor antagonists example ليها الاندانسترون. ال5-HT3 receptor antagonists have become the most widely used drugs for chemotherapy induced emesis. زي ما احنا عارفين ان الكيموثيرابي المستخدم في علاج الكانسر بيعمل اندكشن للايمسيس اللي هي الفوميتنج، وبالتالي بيكون الافكتيف دراجز اللي هي افكتيف از انتي ايميتيك هو الاندانسترون. They also are effective against hyperemesis of pregnancy. في بعض الحالات من البريجننسي بيكون معاه hyperemesis اسمها hyperemesis gravidarum، برضو بستخدم فيها الاندانسترون او other 5-HT3 receptor antagonists. في دوبامين receptor antagonists زي الميتكلوبرامايد والدومبيريدون are used to treat cancer chemotherapy induced emesis. يبقى الدومبيريدون والميتكلوبرامايد بيستخدموا لعلاج الايمسيس اللي سببه الكانسر كيموثيرابي. انتي هيستامينز، هيستامين H1 receptor antagonist are primarily useful for motion sickness and post-operative emesis. يبقى ال H1 receptor antagonist بستخدمها في motion sickness والpost-operative emesis. وال H2 receptor بستخدمها في ايه؟ H2 receptor antagonist، ال H2 receptor antagonist بستخدمها في علاج البيبتيك ألسر. درونابينول in patients receiving cancer chemotherapy when other anti-emetic medications are not effective. يبقى امتى هلجأ لدرونابينول؟ لما العيان اللي بيكون بياخد كانسر كيموثيرابي عمل له emesis not responding to other medication، يبقى هستخدم في الحالة دي درونابينول. بنزودايزيبينز لها برضو anti-emetic effect. anticholinergic زي السكوبولامين ده بستخدمه في الموشن سيكنس. steroids زي الديكساميثازون برضو لها anti-emetic effect. Thank you for listening.